اب يعني فوق يلا اب اب اصحابي اصحابي under 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 with shirt صغير يعني اصحابي عاملين ايه احنا النهارده فيديو جديد حد جديد قبل ما نبدا الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا في القناه عشان يوصلكم الجديد مع كده تقدمه ولولي اصحابنا احنا كنا غايبين ليه كنا غايبين عشان الاسبوع اللي فات المدارس الامتحانات بتاعت المدارس عندنا امتحانات كتير النهارده تحدي البال وقبل ما نبدا الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس يوصلكم كل يوم حاجات التوم احنا النهارده اصحابي معانا تحدي جديد معانا تحدي جديد تحدي البيل طبعا كل الشباب عارفين ايه لعبه البيل بس البنات مش ايه مش عارفتنا اوبس احنا النهارده هنعرفها احنا دلوقتي يلا بينا سؤال هي البيل دي اللي جاي مين التومي ده ماما انا بحبه انا ماما كانت مامي كانت بتلمي البيل في البسط بس ماما بتخلص وقلت لمامي ما ينفعش نلم البيل في الباسكت نجيب فلوس يلا بينا يلا بينا معانا نلعب تعرفوا الاب والبيل العاديه هقول لكم على حاجه الاب انا هشرح لكم البيل بتتعمل ازاي اصحابي هشرح لكم البيل البيل عندنا ده اب ما بيبقاش فيه اي علامه من جوه بصوا بس ازرق بس بيفور ازاي عشان جواه ميه وده البيل العاديه بتبقى اكبر من الاب بس الاب بيبقى اغلى منها نقول البيل التحدي وده بقى بالوقت بيبقى فيه بيل والبيل دي بتضرب فيه ففي بالوقت بقى بس احنا كده ما عندناش حفره اكيد مش في رمل احنا فهنعملوا ايه بقى لو ما عندناش حفره مش في بيت شوارع ف السجاده دي احنا حاجه بينوكه هل بينوكه مش هي السجاده اللي تحت رجلي دي ايوه مالها بقى لازم تلمس تعالى شويه بتلمس شويه يلا ابتدي يا ليلى اعملي كده مش كده امال ازاي لا يا خسر امال ازاي ايوه كده وانا كسبت بقى يعني كده لا انت كسبت هي لين كسبت مره وانت ما كسبتش ولا مره انا شايف ان العبوا تاني معايا بصي يا اصحابي هو ادم هياخد اب واحد ولين هتاخد اب واحد وفي في الارض 1 2 3 4 5 6 ماشي وادم هيلعب الاول وليان هتلعب الاول واللي هيطلع حاجه ياخدها لا انا خلينا انا لا لا انا اخد الزرق يلا ادم هيلعب اهو الاول يلا قدمه عشان
اللي هتطلعه هتاخده، لو مش هتطلع حاجه مش هتاخدها. لا انا كده هخسر. يلا واحد اتنين تلاته. لا تعالى خد. يلا العبي يا ليلى. ايه ده العبط ده؟ ثواني يا ادم ثواني. يلا برضو؟ لا يلا يا لولي. ايه ده؟ لا خديها والعبي تاني. خلاص العبي يا ليال. العبي يا ادم قصدي. محدش فيكم عارف يكسب؟ لا انا لعبت كازيت شيكارا واتوكا. ادم طلع واحد. وشوف مين هيطلع سوين. اصحابي بتنجز الماني. لا هات لأختك. لا تمسك اسمها اب. اب انت عارفين اب يعني مش بلية، اب يعني فوق في السماء. ادم طلع اتنين. اذا طلع السمرة مش طلعت. يلا فاضل ليان. ليان ما كسبتش. معلش هو كده ادم كسب الست بليات. ايوه يعني ادم ضرب ثلاث بليات كسبهم الثلاثه مره واحده وانا الفيديو كان قافل. يعني ادم كده يعتبر كسب السته وليان كسب الشحاد. انا عارفه ادم كده اللي كسب. اصحابي شويه كده ونعمل تحدي كيك. يلا استنونا في تحدي جديد اكس او وكمان بتاعت الكيكه. أقوى تحدي. يلا سال. بصوا يا اصحابي احنا دلوقتي بقى نلعبوا لعبة الاكس او. بصوا ادم مركبها ازاي وهنشوفوا ليان ولا قدومي اللي هيكسبه. يلا دلوقتي احنا تحدي جديد نفس الفيديو تي. احنا هنلعب لعبة اكس او. انا اول والدور التاني. لا احنا هنعمله طوبة ورقة مقص. طوبة ورقة مقص. لا طوبة ورقة مقص. انا اللي قصيتها. انا اللي هعملها. لا خسرت. يعني ادم هيبدا بالاكس. ماشي يلا يا ليان. يلا خلاص حطي الاو. هتحطيها فين؟ ايه حطها جنب. ماشي ايه لا ما اكس. يلا لولي. يووو ادم اللي كسب. واحد لادم زيرو لولي. يلا تاني. بس دي ازاي يا مامي؟ مامي انا فرت حطيتها صعب. طب اخد الو انا. انت تاخدي الاكس. لا طب نجربه مره كمان. ماشي بس انا برده كده كده. وكمان على فكره دي مش لعبه. خلاص 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 هنلعبه مره كمان. يلا نشوف. خدي الاو بتاعي. مين هيبتدي؟ العبوا طوبه ورقه مقص. يلا طوبه ورقه مقص. لا طوبه ورقه مقص. طوبه ورقه مقص. انا ليان اللي تبتدي. برافو. ادم برضو اللي كسب. مش لعبة خالص.
مالك بس هو في ايه؟ مش بس بيكسب على دول. لا خلاص 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 فاضل لنا دول. لا هو اصلا الادم كسب اتنين وليان. لا فاضل لنا دول. يلا ليان ايه؟ معايا كسبت ولا لا؟ اهو ماشي. لا مش اهو مش اهو ايه؟ قولي يلا العبي يا لولي، العبي يا لولي هناك هناك عشان تكسب هناك تحت اهو تحت. ايوه شاطره لولي. لا 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 شاطره. لا 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 ل